يسعد صباحكم يا حلوين، كيفكم يا أمامير؟ إن شاء الله بخير، اشتقت لكم كتير كتير كتير، يا رب أشوفكم عن قريب، قولوا إن شاء الله. اليوم يا حلوين هو رابع أيام الأسبوع، هو يوم الأربعاء 21/10/2020، وعندنا اليوم حصة الرياضيات، وأنا متأكدة إنه كتير أنتم بتحبوا حصة الرياضيات. شو بناخد بحصة الرياضيات؟ بناخد أعداد أو مفاهيم، واليوم رح ناخد مفهوم كتير حلو. شو هو هذا المفهوم؟ المختلف والمتشابه. شو يعني؟ خلينا نكتشف شو يعني مختلف ومتشابه. يلا يا حلوين نحكي بسم الله. لدي أنا 3 سكاكين وملعقة، انظروا، ها هي 3 سكاكين وملعقة، أرأيتم؟ مين المختلف بيناتهم؟ يعني مين اللي ما بيشبههم؟ المختلف يعني ما بيشبههم. عندنا ملعقة و3 سكاكين، مين الشكل المختلف من بين هذه الأشكال؟ مين يقول لي؟ مين مين مين؟ يلا يا عز، مين مين؟ برافو، الملعقة. ليه الملعقة هي الشكل المختلف؟ لأن الملعقة هي ملعقة بنشرب فيها الشوربة، أما السكاكين بنقطع فيها، هون سكين هون سكين وهون مسكين، إذا هدول السكاكين بيشبهوا بعض، أما الملعقة مختلفة ما بتشبههم، صح؟ أحسنتم، برافو. مثال آخر، هيا بنا. لدي هنا أقلام، أتذكرون؟ ومقص. أقلام ومقص، ما هو الشكل المختلف اللي ما بيشبه الأشكال؟ مين يقول لي؟ أقلام ومقص، ما هو الشكل المختلف؟ يلا يلا يا من، الأقلام أم المقص؟ أحسنت يا يامن، المقص الشكل المختلف. كيف عرفنا؟ لأنه الأقلام بنكتب فيها، المقص بنقص فيها، إذا المقص مختلف عن الأقلام لأنه ما بيشبههم. أحسنت يا يامن، رائع. مثال آخر، انظروا، هيا يا زينة. لدي 3 كتب ودفتر، ها هو 3 كتب ودفتر، أو خلينا نحكي كتاب أحسن عشان نعرف نحملهم. كتاب ودفتر، كتاب ودفتر، مين الشكل المختلف؟ الدفتر أم الكتاب؟ انظروا جيدا، ما هو من؟ من؟ هيا يا عون، الدفتر. لماذا هو الشكل المختلف؟ لأنه الكتاب هدول التنين بيشبهوا بعض، الدفتر بيشبههم، ما إله رسمة نفس الرسمة، ما عليه بنوتة، ما عليه أرقام حلوة، ما عليه كتابة بالإنجليش، هذا كتاب الساينس، هذا دفتر، هذا بنحل الواجب فيه، هذا بندرس عليه، صح يا حلوين؟ هيك إذن الدفتر هو الشكل المختلف عن الكتاب. طيب يا حلوين، خلينا نكتشف ما هو الشكل المختلف بالأمثلة التالية الموجودة على اللوح، خلينا نكتشف مع بعض. يلا يا حلوين، عندنا هون يا حلوين أشكال جميلة، انظروا، لدينا توفي يامي يامي، ولدينا أيضا سمكات جميلة، انظروا انظروا انظروا، واو، وأسد، ولدينا أيضا فاكهة لذيذة، لكن هناك من بينهما أشكال مختلفة، خلينا مع بعض نشوف مين الشكل المختلف بالتوفي. يلا 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 يا حلوين، حكينا المختلف يعني ما بيشبههم. يلا يا حلوين نحكي بسم الله. لدينا هنا توفي، انظروا ما أجمل ألوانها، وأيضا هنا توفي، واو، وهنا مين بقول إيش هذه؟ مصاصة، برافو، وهذه توفي. ما هو الشكل المختلف؟ هيا 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 يا عمر، ما هو الشكل المختلف؟ التوفي؟ كلا، هل توفي؟ توفي توفي، إذا المصاصة هي الشكل المختلف. خلينا نضع دائرة عليها عشان نعرف إنه هي اللي ما بتشبه الأشكال الموجودة. يلا يا حلوين، هوبا، دائرة، إذا المصاصة هي الشكل المختلف.
مثال آخر، لدينا هنا سمكات، انظروا ما أجمل ألوانها. انظروا، ما هو الحيوان الموجود من بينهم مختلف عنهم، يعني ما بيشبههم؟ السمكات سمكات، طب في إشي هون ما بيشبه السمكات، شو هو؟ يلا يا روز. السمكات مين؟ برافو، الأسد هو اللي ما بيشبه السمكات، مختلف عن السمكات. أحسنتم، سمكة سمكة سمكة، هون أسد، إذا الأسد هو اللي ما بيشبه السمكات ومختلف عنهم. نضع دائرة يا جنى. مختلف، مختلف يعني ما بيشبههم. خلينا نشوف مثال آخر. يلا يا حلوين، لدينا هنا مجموعة من الفواكه، التفاح اللذيذ والمفيد والبرتقال الشهي، يامي يامي يامي. مين الفاكهة اللي ما بتشبههم وقاعدة بيناتهم؟ مين؟ يلا 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 فكر مين؟ التفاح؟ هيهم قاعدين تلاتة مع بعض وبيشبهوا بعض. مين الحشور اللي هون القاعد بيناتهم وما بيشبههم؟ مين؟ برافو برافو يا جنى، البرتقال، أحسنتي، رائعة. البرتقالة هي الفاكهة المختلفة عن المجموعة الأخرى، إذا البرتقال مختلفة عن التفاح. إذا التوفي ما هو الشكل المختلف؟ المصاصة. الأسماك ما هو الشكل المختلف؟ الأسد. الفاكهة ما هو الشكل المختلف؟ البرتقالة. أحسنتم يا أصدقائي، برافو عليكم كي جي ون. أنا بعرف إنكم كتير شاطرين رائعين ممتازين. هيك يا حلوين، أخذنا الشكل، الشيء المختلف والشيء المتشابه، وقلنا المختلف يعني ما بيشبه حدا، هو لحاله هيك بتغير، بيختلف عنهم، ما بيشبههم. والمتشابه يعني كل إشي بيكون بيشبه بعضه، مثل الأقلام هيهم بيشبهوا بعضه، ما في شيء مختلف عنهم. شفتوا كيف؟ أما لما جبنا المقص صار في اختلاف، هون مقص وهون أقلام، المقص بيختلف عنهم لأنه ما بيشبههم. هينا بعدنا، شفتوا كيف يا حلوين؟ سهل كتير المفهوم. إن شاء الله يا رب أكون وصلت لكم إياه بصورة حلوة. بشوفكم بفيديو تاني. إلى اللقاء يا قشطة، باي باي.